الرحيم. إذن أعزائي، اليوم سوف نباشر درس من دروس القواعد الإملائية في مادة اللغة العربية. نعم، تلاحظون أنني لم أكتب لكم الموضوع ولا حتى ما هو هدفنا اليوم، لأنني أعرف بأنكم سوف تتعرفون عليه من خلال رؤيتكم لهاته الكلمات أو الأسماء: الذين، اللواتي، الذي، والتي. أكيد عرفتموها، إنها الأسماء. جيد، إنها الأسماء الموصولة. إذن لنتذكر معا ما هو الاسم الموصول. جيد، الاسم الموصول هو اسم معرفة لا يتم معناه إلا بجملة تذكر بعده، نسميها بجملة صلة الموصول. الجملة أمامنا: فرح التلميذ الذي نجح في المسابقة. نجح في المسابقة، من خلالها سوف نتعرف على مكونات، جيد، مكونات الجملة الموصولة. قلنا أنها تتكون من اسم موصول وأيضا من جملة صلة الموصول. إذن أين هو اسم الموصول في هذه الجملة؟ هو أكيد الذي. أما جملة صلة الموصول هي نجح في المسابقة. جيد، لنرى الآن هذه الأسماء الموصولة التي تعرفتم عليها فيما سبق. نبدأ بالذي، للمفرد المذكر، يقابلها التي للمفرد المؤنث. لاحظوا أيضا اللذان واللتان في حالة الرفع، اللذين، اللتين، دائما أيضا للمثنى المذكر هنا وللمثنى المؤنث هنا. جيد، لذين واللتين في حالتي النصب والجر. الذين لجماعة الذكور، اللائي، اللواتي، اللائي أيضا لجماعة الإناث. هذه هي الأسماء الموصولة التي تعرفتم عليها فيما سبق. اليوم بما أننا في قواعد إملائية سوف نتعرف على الأسماء الموصولة التي تكتب بلام واحدة مشددة أو بطريقة أخرى أيضا نراها فيما بعد. إذن بالنسبة للأسماء الموصولة التي تكتب بلام واحدة مشددة هي كل من الذي، التي، الذين. تلاحظون أنها كتبت بلام واحدة مشددة. جيد، نعم، هنا نسيت الشدة. ممتاز، أحسنتم. تستعمل للمفرد المذكر، الذي تستعمل للمفرد المذكر. لاحظوا الجملة: المدرب الذي تفضله رائع تدريبه. التي، التي تستعمل للمفرد المؤنث، رأيت التي، التي ساعدت أمك. الذين، لاحظوا، تستعمل للجمع المذكر، فاز الذين، فاز الذين تدربوا جيدا في مباراة اليوم. جيد، إذن الذي، التي، الذين كتبت بلام واحدة مشددة كما ترون. أسماء أخرى، أقول موصولة أخرى، التي تكتب بلامين ثانيهما مشددة. بلامين ثانيهما تكون كيف؟ مشددة. جيد، لاحظوا اللذان، قلنا لامين وثانيهما كيف هي؟ مشددة. جيد، اللذان أيضا في اللتان. جيد، اللذان تستعمل للمذكر المثنى في حالة الرفع، جاء اللذان نجحا في الامتحان. نفس الشيء مع اللتان، تستعمل للمؤنث المثنى في حالة الرفع، جاءت اللتان نجحتا في الامتحان. ممتاز، لنرى الآن أيضا دائما أسماء موصولة تكتب بلامين ثانيهما أيضا مشددة. لدينا اللذين، اللتين. جيد، كما تلاحظون لامين ثانيهما كيف هي؟ مشددة، فيها شدة. يستعمل للمذكر المثنى في حالة النصب هاته اللذين، مثل فرحنا بنجاح الطالبين اللذين اجتهدا. اللذين اجتهدا. اللتين تستعمل للمؤنث المثنى في حالة النصب، فرحنا بنجاح الطالبتين اللتين، اللتين اجتهدتا. ممتاز، ما زالت أخرى أيضا التي تكتب دائما بلامين ثانيهما
مشددة. جيد. اللواتي، اللائي، اللاتي أقول، واللائي، كلها أسماء موصولة لي، متى تستعمل؟ لجماعة الإناث. جيد. كرمت المدرسة التلميذات اللواتي، لامين ثانيهما كيف هي؟ مشددة. إذن كرمت المدرسة التلميذات اللواتي حفظنا القرآن. شاركت في المسابقة اللائي، أبدعنا في إنتاجتهن الكتابية، نفس الشيء مع اللاتي. إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ من يذكرني؟ إذن ما تعلمناه اليوم، تكتب الأسماء الموصولة بلام واحدة مشددة في المفرد المذكر الذي، وفي المفرد المؤنث التي، وفي جمع المذكر الذين، وتكتب الأسماء الموصولة بلامين حيث اللام الثانية مشددة في المثنى في حالة الرفع والنصب والجر أيضا، اللذان، اللذين، اللتان، اللتين، وفي الجمع المؤنث لاحظوا اللاتي، اللواتي، واللائي. جيد. إذن لدينا نشاط تدريبي حتى نطبق هذه القواعد فيما يلي. أتمم الفراغ باسم موصول مناسب. أتمم الفراغ باسم موصول مناسب. ها هي أمامنا الجمل. أبو الريحان البيروني هو العالم، أكد أن الأرض كروية الشكل وأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت. هذه الجملة الأولى. ما هو الاسم الموصول المناسب هنا؟ وأضبط الكتابة. اكتشف فليمينغ ألكسندر مادة البنسلين. ما هو الاسم الموصول المناسب؟ وخاصة اضبطوا الكلمة بالشكل. أحدثت ثورة في عالم الطب. ابن الهيثم والخوارزمي هما أعطيا تسمية للمرتفعات الصخرية على القمر. موفقون، دقيقة للتفكير إن شاء الله، ونلتقي فيما بعد في الجواب. ها هو الجواب حضر أمامنا. إذن أبو الريحان البيروني هو العالم. جيد. الذي اسم موصول كتبناه بلام واحدة مشددة. جيد. أكد هو العالم الذي أكد أن الأرض كروية الشكل وأكد أن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت. الجملة الثانية. اكتشف فليمينغ ألكسندر مادة البنسلين التي أحدثت ثورة في عالم الطب. لاحظوا التي كيف كتبناها، ضبطناها بلام واحدة مشددة. ممتاز. ابن الهيثم والخوارزمي هما اللذان أعطيا تسمية للمرتفعات الصخرية على سطح القمر. كيف ضبطنا الكتابة للذان؟ بلامين ثانيهما مشددة. أحسنتم. إذن أدعوكم إلى تصفح دفتر الأنشطة يا أطفال في التمرين الثاني صفحة 65. إذن مراجعة طيبة إن شاء الله. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم للعلم شموعاً ودام العلم لكم نبراساً. مفاتيح النجاح ترافقكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.